السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم، وشرف لي الكبير ومعكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، أشرف بكم. اليوم مثل ما احنا أخذنا بالفيديوهات السابقة انه المنهجية اللي راح ناخذها بالدورات حتى تكون واضحة امام الاخوان، اليوم عندنا احنا منهجيتنا بالغناء وكيف ندرس الغناء اللي موجود عندنا. اخواني الاعزاء، هناك دورات موسيقية 8 محاضرات اللي هي بالشهر وبسعر بسيط، موجود رقم الواتساب اسفل الفيديو اللي يحب يشترك. الغناء، الغناء هو اساسا عندك قضية جدا مهمة اللي هي النفس. اول قضية هي بالطرق اللي راح ندرسك بها هي النفس، هذا النفس اول شيء. اثنين، تحديد الطبقة. اتناول الموضوع الاول اللي هو النفس، كيف انت تتنفس قبل التمرين وقبل الاغنية والطريقة الصحيحة حتى يبقى عندك نفس، ما تقدر انه تختنق او اختناق، عملية اختناق تصير عندك اثناء الغناء وهذا شيء غير مرغوب به وممكن تغلط به. القضية الثانية هي تحدد الطبقة الصوتية، انت هل لديك قرار وجواب؟ هل عندك الامكانية بالقرار والجواب حتى نقدر نشتغل عليه وتكون عندك امكانية من الطبقة الوسطى الى الطبقة الجوابات؟ ثلاثة، معرفة الطبقات الصوتية ودراستها يعني شنو القضية؟ يعني مثلا انت لازم تعرف اكو قرارات ومن ثم الطبقة المتوسطة ومن ثم طبقة الجوابات اللي هي عالية يحتاجك انه تدرس بيها وتدرس عليها ويدرسك المدرس نفسه حتى من ضمن شروط الغناء. ثلاثة، معرفة المقامات، المقامات العراقية العربية الشرقية، لأن انتم تعرفون هناك مقام عراقي وهناك مقامات شرق عربية معروفة اللي هي بيات والكرد والسيقة، ومن ثم المقامات إذا كانت شرقية بصورة عامة اللي هي من بعض الدول مثل تركيا تعتبر الدول الشرقية، وحتى السلم الخماسي الصيني أيضا يعتبر شرقي من ضمن الدول الشرقية في آسيا، وهاي لازم أنت تعرفها وتعرف كيف تبحر بها بدخولك للمقام نفسه. وتنقلك بين المقامات جدا مهم، يعلمك طريق المدرس، وهي من ضمن الدورات مالتنا احنا نخلي بها انه كيف انت تعرف المقامات. هنا عندنا 4، الطريقة الصحيحة في الغناء، اكو طريقة صحيحة بالغناء، وهذه الطريقة هي تعتمد عليها او يعتمد عليها المطرب نفسه حتى يقدر انه يدخل في عالم الغناء بصورة صحيحة، وبالتالي راح يصير ممكن يشارك في المسابقات في الغناء بصورة صحيحة بدون الخروج اوت عن الموضوع. عندنا 5، هو التمرين مع الايقاع او الوزن الموسيقي، يجب ان تعرف انه تتمرن مع الايقاع والوزن الموسيقي حتى لا تخرج اوت عن شغلك وعن غنائك بصوره صحيحه، وهذه ايضا موجوده بدورتنا الموسيقيه. وكلها تعتمد بالتالي على جماليه صوتك وعلى الاذن الموسيقيه، وكل لحد يقول انه ما عندي اذن موسيقية، لا، كل عندي اذن موسيقية لكن كيف تستغلها، وكل عندي اذن موسيقية لكن تكون بدرجات، يعني ممكن اكو موهبة مباشرة يميز واكو يحتاج لتمرين واكو يميز اعتيادي متوسط لكن مو بقوة الموهوب اكيد. احنا مو كنا يعني اكو كثير من الفنانين نعرفهم نجوم
مو كلهم موهوبين، هم تمرنوا يلا صاروا أصبحوا حاليا نجوم يشار لهم بالبنان، وهذا فشي كل جميل وحلو. هذا شيء مختصر لي اللي تحب يتعلم الغناء، وتحياتي لكم، وأنا شاكر جهودكم وبقائكم أمام الفيديو، وممنون لكم وشكرا جزيلا، وتحياتكم. لا تنسون اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.